اهلا وسهلا بكم. سي حميد المهداوي في الفيديو الاخير خرج يقيم خرجات السيد احمد عصيد التي يقول من خلال سي حميد المهداوي انها مليئه بالتناقضات، وهو يشخص تناقضات سي احمد عصيد، تناقضات موقفه من السيد عزيز اخنوش رئيس الحكومه والسيد عبد الاله بن كيران رئيس. اذن سي حميد المهداوي يشخص الوضع ويرى حكم سي أحمد عصيد بين الرجلين، ويرى الخلفيات التي حكمت سي أحمد عصيد، ويشخص ويحلل مدى مصداقية هذا الحكم. هل هو حكم يقوم على أساس نقدي وأساس علمي، أم يقوم على شخصنة الأشخاص؟ في البداية سي حميد المهداوي يرد على خرجات أحمد عصيد التي تتهكم على المغاربة الذين خرجوا بهاشتاغ المطالبين برحيل أخنوش، ويقول عنهم سي أحمد عصيد بأنهم يعني عقول لا تفهم، وعقول ما زالت تحتاج إلى الوصاية، وعقول صغيرة، وعقول يعني كأنه صاحب الحل والعقد. عصيد وصف صحاب إرحال أخنوش وصحاب العقول صغيرة، قال لك عقلهم صغير هاد الناس هادو، وأن المغاربة ما زالوا يحق عليهم أن يمارس عليهم الوصاية بتنوير سي أحمد عصيد. الجميل أن نفتح واحد القوس، الجميل في هذه الحملة أنها أبانت على الشعب حلفائه ومناضليه وتنويريه الحقيقيين، من تنويريين الذين يفوحون منهم رائحة المازوت، كما أن الفورة البترولية في الخليج العربي بانت على المثقف الأصيل والمثقف أو كتائب البترودولار. الآن أيضا في المغرب، وبالضبط هذه الحملة أبانت وبشكل واضح وأحرجت تلميع صورة الحكومة الحالية، يعني أنه تنوير مفرز، تنوير بين قوسين مفرز عن أطروحة سياسية أو فكرة سياسية هي بدورها أبانت عن إفلاسها، وأبانت عن وحشيتها وعن تغولها وعن سحقها للمواطن الضعيف والفقير. بالتالي هذا التنوير الذين يزعمون أنه كذلك، ما هو إلا في آخر المطاف وفي المحصلة إلا سحق 40 مليون مغربي، هذا هو التنوير الذي يزعمون. فهذه الحملة المباركة كشفت كل شيء وحطمت كل شيء، وهذا الذي كنا ننبه إليه دائما، وضعنا فيديوهات كثيرة يمكنكم أن تعودوا إلى القناة على سي أحمد عصيد وعلى غير أحمد عصيد، يعني نحلل ونفكك محتوى الطبقي للتنوير. يقول لك بعض الناس سيد أحمد عصيد هو تنويري، احنا فككنا المحتوى الطبقي لهذا التنوير وأبنا عن التنوير الحقيقي، تنوير عابد الجابري مثلا، تنوير حسن حنفي، تنوير عبد الله العروي، وبين التنوير الذي يكرس تبعية للغرب، وقبل أن يكرس التبعية للغرب يكرس تبعية لسماسرة. قمنا بذلك والحمد لله، الآن النتائج أو عفوا الأفكار أصبحت تعطي صدى، وأصبح من يؤمن بها، وأصبح هناك من يدعمها. على كل حال نعود لهذا النقاش الذي عبر عليه سي حميد المهداوي بكل رصانة وبدقة، وبين تناقضات سي أحمد عصيد التي هي تناقضات كثيرة لا يمكن عدها ولا حصرها. سنقف عند البعض، يقول بأن الذين ينتقدون سي عزيز أخنوش فإنهم يقول بأن سي عزيز أخنوش غير مسؤول، بل الحكومة بشكل عام هي المسؤولة، والذين ينتقدون سيد عزيز أخنوش بشكل مباشر فإنهم يقومون بشخصنة المشكل ولهم حسابات شخصية. نسمعوا له وكيقول لك خصنا ننتقدوا الحكومة كلها ماشي غير أخنوش، أكثر من هذا قال الدولة هي المسؤولة على الأزمات الاجتماعية. نسمعوا سي أحمد عصيد في هذا المقطع اللي هاجم فيه أصحاب إرحال أخنوش. الناس لما كيكونوا في حملة كيكون عندهم هدف محدد، الحملة على أخنوش شنو الهدف ديالها؟ واش الهدف ديالها هو أن الأسعار ترجع للمستوى المعقول ديالها اللي كانت فيه، لأن هناك فئات شعبية متضررة وما أكثرها؟ إذا كان هذا الهدف، أنا كنقول بأن الهجوم على شخص معين لا يفي بهذا الهدف، لأن المطلوب هو نقول أن الحكومة الحالية ما قدرتش تلقى الحل لمشكلة الأسعار،
والحكومة مسؤولة فعلا، وأنا كنحمل المسؤولية، ولكن كحكومة فيها ثلاثة الأحزاب كلها مسؤولة. الشخصانة ديال الأزمة كيقوموا بها العقول الصغيرة. الناس اللي كيقولوا ارحل أخنوش عقلهم صغير في نظر سي أحمد عاصيت. أحمد عاصيت يقول بأنه لغة وجوه شي نقد وجدوه للحكومة ككل، وراه الدولة هي المسؤولة على هذه السياسة الاجتماعية. إذن عز سي أحمد عاصيت هنا كيقدم لنا أخنوش بحال شي إنسان درويش معدوم السلط معدوم الصلاحيات، دريويش ضريف زوين احقرنا عليه كاين واحد. اذا واخا وحينما كنت تنتقد السيد عبد الاله بن كيران، الم تكون انت بدورك تنتقد الشخص مباشره ولا تنتقد الحكومه بكل مكوناتها، وتقوم صباحا مساء بالهجوم على السيد رئيس الحكومه؟ انا لا ادافع هنا على السيد عبد الاله بن كيران او السيد عز اخنوس او السيد العثماني، اللي بغى يعرف موقفي من السيد عبد الإله بن كيران فأنا قمت بفيديو خاص على محصلة سياسته، يمكن أن تجدوه في خانة الوصف، آنذاك ستعرفون في دقة موقفي. الآن نحلل ونشخص القضية المطروحة أمامنا. السي أحمد عاصيت كان لا يكل ولا يمل في بمهاجمة السيد عبد الإله بن كيران بشكل شخصي. الآن أصبح السيد رئيس الحكومة بهذا المنطق ديال السي أحمد عاصيت. إلا كان ما تهضروش على أخنوش، معنا خصنا نلقاو الخرجات ديالو في جميع التجارب الحكومية كلها كيمشي للحكومة، ولكن هادشي ما كاينش المغاربة. ملي كان عبد الإله بن كيران كان كيمشي لبن كيران كشخص، إذا هو ضد الشخصانة. أسمعوا واش كيقول على بن كيران، أسمعوا واحد المقطع. بن كيران هلك التقاعد، رفع الأسعار، دقدقنا، ما خلاش داير فينا. أيصور لنا بن كيران حاكم حقيقي بيدو كل السلطات، ما كاين لا مؤسسة ملكية، ما كاين لا ديستي، لا لاجيت، لا الجيش، لا نيابة عامة، لا والو. لا، تيقول لك بن كيران هو صانع أزمتكم المغاربة، تيقول لك بن كيران. سي بن كيران اللي هلك التقاعد ديال الناس وزاد في الأسعار وحرر حتى الأسعار البنزين حتى الناس، أصبحت له الأمور السياسية غير متحكم فيها ولا يستطيع أن يتحكم، وأن السلطة تتجاوزه بأنه غير مسؤول والشخص الغير المسؤول عن أفعاله السياسية. هل يمكن أن يتحكم في البلوكاج؟ هل يمكن أن يسحب قوانين الإطراء الغير المشروع؟ هل يمكن أن يراكم ثروات أكثر من 17 مليار كما يقول مجلس المنافسة غير المشروعة؟ 17 مليار قديمة الآن، راه علم الله فين وصلت. هل يمكن كل هذا وذاك أن يفعله في أكثر من 17 سنة كوزير، وأنه ليست الأمور السياسية في يديه وأنه غير مسؤول والحكومة هي المسؤولة؟ إذن من المسؤول؟ تقول لك الشجاعة وتقولنا من هو المسؤول. الآن المغاربة إلى احتجوا على غلاء المحروقات، من هو المسؤول عن المحروقات؟ صاحب المستثمر الكبير في المحروقات، يلا الحكومة، نزار بركة أو وهبي أو بن كيران. طبيعة الحال المغاربة يميزون السيد أحمد عاصيت، يمكن مثلا غير في يوم من الأيام أنه ينتقد لنا المشروع الأخضر، المشروع الأخضر اللي هو مشروع فلاحي لسنوات يمول من جيوب المغاربة، اللي حاضي الصالير ديال بن كيران، واللي طبعا احنا تحدثنا عليه باستفاضة، ويمكن أن تعودوا إلى الحلقة. يمكن أن تقدم لنا تقييمك الخاص، وفي الأنترنت لم أجد أي نقد وجهه كأن والمخطط الاخضر. علاش السي عاصيت عمرك هضرتي على المخطط الاخضر؟ الملاير بالملاير اجاب المخطط الاخضر لسعد المليون ديال بن كيران. في عمرك انا مشيت كنكتب في جوجل وديروا هاد انتم، ربما كنت لانت عاصيت، درت عاصيت ينتقد اخنوش، عاصيت والله ما لقيت شي حاجه ولا كلمه في حق اخنوش ولا عباره في حياته. ولا النزاهه الفكريه، راه خصك تناقش عاصيت، ناقش اخنوش، ناقش بن كيران، ناقش وهبي، ناقشهم كلهم. هذا السيد راه مخطط الاخضر والمخطط الازرق والملاير، ويجمع بين المال وبين السياسه. بن كيران حيتقصير. جانب اخر من تناقضات السي احمد عاصيت الذي يقول بان العداله والتنميه لا تحكم، حكومه عبد الاله بن كيران لا تحكم، السيد عبد الاله بن كيران لا يحكم، وبالتالي لماذا كنت تنسب له كل تلك الخيبات وكل تلك الاحباطات التي وقع فيها المغرب تحت سلطة، بين قوسين سلطة السي عبد الإله بن كيران، بما أنه لا يحكم، فأنت تدافع عنه من حيث لا تدري.
والسي عزيز أخنوش اللي مستثمر واللي أبانا بكل قدرة أنه يتحكم في الأمور من خلال بلوكاج، من خلال مراكمة ترو، من خلال تحكمه في الوزارة أكثر من 17 سنة، هو لا يحكم والحكومة هي من تحكم. فبوهيت الذي ما عارف شنو نقول، فبوهيت الذي تعصد. أيضا السي أحمد عصيد يعني يظهر بعض الاتهامات والدعاءات يقوم بها السي أحمد عصيد، أن السي عبد الإله بن كيران والدعم من قطر، ولا عندك شي دليل الأمر خطير، ولا عندك دليل وما دليتيش به فالأمر أخطر. وبالتالي فإن أعتبر أن خرجت السي أحمد عصيد يعني أصبحت تستدعي الشفقة، لأنه أصبح في موقف جد محرج وموقف لا يحسد عليه، لأنه بينات موقعه من صراع طبقي، بينات موقعه من هذا التنوير المزعوم الذي ما هو في آخر المطاف إلا محصلة لسياسة أبانت عن فشلها وأبانت عن إفلاسها وتكرس التبعية وتكرس الفقر والجهل. يعني نحن ما نقول الفقر، نقول الجهل، نقول الظلامية، فإنه لا يزعم أنه يصرف لنا تنوير أو إلى غير ذلك. فالدولة إن أفلست على المستوى الاقتصادي فإنها تتبعها كل هياكل الإفلاس، من بينها التعليم، وبالتالي تعطينا جيل من الضباع، وبالتالي هذا الجيل من الضباع يمكن التحكم فيه، لا يمكن أبدا أن يعطينا جيل متنور. لذلك يجب أن نغربل المفاهيم.